تتواصل الانطلاقات والتحديات مع انطلاقة شوط الختام، آخر شوط لهذا اليوم، وبعد هذا الشوط مباشرة سوف ينقضي هذا السباق. لنلتقي بكم مجددا في الأسبوع المقبل، انطلاقة سليمة وموفقة لشوطنا العشرون، انطلاقة مميزة والصدارة مباشرة مع انطلاقة كيف بشعار السيد محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم. المري يتقدم مع كيف على المركز الأول، نقلتنا إلى المركز الثاني. الوصول في هذه اللحظات من قبل ميراج علي بن محسن بن علي بن نديلة. المري يتقدم مع ميراج على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث. المركز الثالث الانطلاقة من قبل الدكتورة حفيظ بن عبد الله بن ناصر الحفيظ. المري بينما المركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات من قبل مياسة ابداح بن حمد بن مبارك التواه. الهاجري المركز الخامس، الانطلاق الآن من قبل ديمة سعود بن خالد بن صقر بن شامان. الهاجري ولكن العودة وين؟ الصدارة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على انطلاقة كيف، على تحدي كيف وابتعادها الكلي عن بقية المشاركات. محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم المري تنطلق والعصا قوس، العصا في الابطان يا سلام، مثبتة تثبيت مع انطلاقة كيف تبحث عن التوقيت الزمني. لحق على التوقيت الزمني يا راعي كيف، يا راعي كيف، والعصا في الابطان، العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل، ما تحرك لين تصل على خط النزاع. شوف الفارق أيضا في الكادر السفلي، الفارق الكبير مما بين كيف وما بين أيضا المركز الثاني. أقرب المنافسات الآن الدكتورة حفيظ بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري، ولكن خلاص خلاص، خلونا مع كيف، خلونا مع الكيف بهذا العرض الكايف، بهذا أيضا الشعار الممتاز، تنطلق بدون أوامر ولا تعليمات، والتوقيت الزمني في خطر. محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم المري تنطلق مع المقدمة ومع الصدارة، تهانينا والناموس على هذا العرض أيضا اللافت والفارق والتوقيت الزمني الممتاز. المركز الثاني وصلت فيه ميراج لعلي بن محسن بن علي بن نديلة. المري المركز الثالث، المركز الثالث الدكتور حفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ. المري المركز الرابع، المركز الرابع براقة للسيد غانم بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. بينما المركز الخامس كان من نصيب سرابة لبطي بن سيف بن دايل الجفالي نعيمي. نعود وإياكم مشاهدين الكرام إلى ملخص هذا الشوط ولحظات انتزاع كيف إلى للمركز الأول بدون أوامر ولا تعليمات. هذا هو ملخص هذا الشوط يعرض على حضراتكم. مشكور مخرجنا العزيز محمد فيضي على هذه اللقطات الممتازة، وأيضا الشكر لعبد الله الخوار المتابع لهذه التغطية. هذه لحظات وصول كيف إلى خط النهاية، تنتزع المركز الأول بدون أوامر ولا تعليمات. دقيقتين 15 ثانية و25 جزء من الثانية، تهانينا للسيد محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم المري على هذا الفوز وعلى انتزاع كيف للمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب ميراج للسيد علي بن محسن بن علي بن نديلة. المري تقطع المسافة في دقيقتين 18 ثانية و87 جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز شعار بن حفيظ يصل مع تحدي الدكتور حفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ. المري تقطع المسافة في دقيقتين و19 ثانية و17 جزء من الثانية. إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى هذا السباق. لحظات لنذكركم بالفائزين في هذا الصباح وأصحاب الأشواط الرئيسية وأيضا صاحبي أفضل وأجمل توقيت لهذا اليوم. المركز الأول في الشوط الرئيسي يذهب مع مالك مياسة حمد بن تخيل بن سالم بن ربيع الجربوعي، بينما المركز الأول في الشوط الرئيسي للمفاريد القعدان يذهب مع مالك إنجوي ناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري، ليكون بذلك أيضا صاحب أفضل وأجمل توقيت في هذا الصباح. دقيقتين 14 ثانية و53 جزء من الثانية توقيته الزمني من مسافة هذا اليوم، وهي 1500 متر، بينما بقية الأشواط وبقية الفائزين تعرض أسماؤهم على حضراتكم في هذه اللحظات من الشوط الأول وحتى الشوط العشرون. إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى الختام، وفي الختام سلام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.